ازاي ننقل حاجتنا من السيشن فيو للارينجمنت فيو. في طريقتين عشان نعمل كده. الطريقه الاولى ان احنا نسلكت الكليبس بتاعتنا ونشدها واحنا دايسين تاب ونروح على الناحيه الثانيه. بس في طريقه اسهل كمان وهي ان انا ادوس ريكورد فوق هنا وابتدي اشغل الكليبس بتاعتي. لما اعمل كده اللي انا بعمله ده هيبتدي يتكتب على الارينجمنت، فهكون انا قصرت على نفسي وقت كتير شويه. فتعالوا نجرب الموضوع ده دلوقتي. زي ما انتم شايفين اللوب دي دلوقتي بتتكتب على الناحيه دي، وبعدين كمان 1 2 3 4 هنشغل بقى السين اللي بعديه. بعدين نشغل السين اللي فيه البيس لوحده هو البيانو بس. زي ما انتم شايفين كل حاجه بتتكتب على الارينجمنت فيو. بعدين هنشغل كل حاجه مع بعض. 1 2 3 4 Stop all clips. طبعا لو حد متابع بقى معانا في الفيديو جرب الحاجات دي وراح على arrangement view هيلاقي ان arrangement موجودة. بس عشان ترجع بقى لأول arrangement بتدوس stop مرتين فبيرجع لأول arrangement. لما تدوس play احتمال كبير ما يحصلش حاجة وهتبقى حاجة مستفزة شوية. السبب ان مش هتسمع اي صوت، ان في زرار في ableton بيظهر بس لما يحصل اللي احنا عملناه دلوقتي حالا، ان احنا سجلنا حاجة على arrangement بعدين رحنا دوسنا stop all clips في السيشن فيو. وده طبيعي جدا، يعني انت لما تتعود على ابلتون اكتر ده هيبقى الورك فلو بتاعك، ان انت كل شويه هتدوس الزرار ده. لما بتدوس الزرار ده بيحط ابلتون في السيشن مود، معناتها ان مفيش حاجه على الارينجمنت هتشتغل. عشان ارجع للارينجمنت مود بدوس على الزرار ده. الزرار ده اسمه باك تو ارينجمنت، هو ممكن ما يبقاش واضح بس لو هو مش باين معناتها انت مش لازم تدوس عليه، لان اول ما بدوس عليه بيختفي اصلا، فالموضوع بيلخبط شويه. فتعالوا نسمع اللي هو سجله. طبعا جوه الارينجمنت بتاعتي بقى اقدر اتحرك بس بطريقه ثانيه، يعني الكليبس دي مش هقدر ادوس بلاي عليها هي لوحدها، دي حاجه بتاعت السيشن فيو. وهنا بقى هيخش البيس، وبعدها بشويه هنرجع تاني للدرمز بتاعتنا. اقدر اصلا اتحرك جوه الارينجمنت فيو بطريقه، ممكن بالسماعة دي اروح اسمع من هنا، او ممكن احط الكيرسر بتاعي وادوس سبيس. تعال نجرب السماعة. معرفش لو حد لاحظ بس واحنا بنسجل انا كنت عمال العب بالنوبز دي، ببعت حاجات للديليز وهكذا. ابلتون بيسجل الاوتوميشنز بتاعتك، لما بتنقل حاجة من السيشن فيو للارينجمنت فيو هو بيسجلها لوحده، وانا عارف ان هو سجلها عشان على النوب بتاعتي في نقطة حمراء. الاوتوميشنز دي حاجه ادفانس برضو شويه هنتكلم عليها في كلاسز اللي جايه، بس كنت حابب اقول لكم ان ده بيحصل اوتوماتيكلي. الموضوع بسيط جدا على ابلتون، واقدر طبعا اخش ابص عليها، بس طبعا دي حاجه مش هنقدر نتكلم عليها النهارده، بس هي واضحه هنا قدامنا ونقدر نخش نعدل عليها ونمسحها ونغيرها وهكذا. في الفيديو ده اتكلمنا عن ابلتون لايف بطريقه عامه شويه، اتكلمنا عن الانترفيس بتاع ابلتون لايف، شرحنا ان هو فيه 2 فيوز، واحدة اسمها السيشن فيو وشكلها عامل كده، التانية اسمها الارينجمنت فيو وشكلها عامل كده. بتقدر تتحرك بين التو فيوز باستخدام زرار اسمه التاب موجود على اي كيبورد. اتكلمنا برضو عن البراوزر وان ده المكان اللي بتقدر تجيب منه السامبلز او الاوديو افكتس بتاعتك او الفيرتشوال انسترومنتس، طبعا دي حاجة هنتكلم عليها في المستقبل اكتر. حاجة تانية اتكلمنا عليها طبعا هي الكليبس، وبالتحديد على السيشن فيو، وان هي بتقدر تشغلها وتوقفها من الزراير بتاعتها، وتقدر توقفهم كلهم مع بعض او تشغلهم كلهم مع بعض، وهيشتغلوا ان تايم مع المترونوم عشان في حاجه اسمها جلوبال كوانتايزيشن في ابلتون. شرحنا برضو ان في انواع تراكس مختلفه، بس كل التراكس تقريبا بيبقى فيها ميكسر، والميكسر ده بيبقى فيه الفوليوم البان السولو والميوت. اتكلمنا شويه برضو عن الريتيرن تراكس، وان هي تراكس موجوده عشان تبعت لها صوت وهي اللي بيبقى عليها الايفكت.
طبعا في المستقبل هنتكلم اكتر على الفرق بين انك تحط افكت على التراك نفسه او تحطه على الريتيرن تراك. شرحنا برضو ازاي تقدر تاخد الحاجات اللي موجودة على السيشن فيو وتحطها على ارينجمنت فيو وتشغلها وتسمع الارينجمنت بتاعتك. وطبعا اتكلمنا عن الزرار اللي اسمه باك تو ارينجمنت. طبعا احسن طريقة ان انتوا تستفادوا بكل المعلومات دي ان انتوا تجربوا الحاجات دي بنفسكم. وعشان كده في داونلود لينك للسيشن دي في الديسكريبشن تحت، تقدروا تنزلوا السيشن دي وتجربوا كل اللي احنا عملناه. لو عجبكم الفيديو ده اكيد هيعجبكم الفيديو اللي جاي.